شكرا فضيلة الشيخ. هنا عبد الله من العراق يسأل عن من كان يصلي وذكر أو سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يصلي عليه أم وهل يصلي عليه سرا أم جهرا أم ماذا يفعل؟ نعم، الأقرب أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، لأن هذا ذكر، وما استغرق فيه من الصلة بالله عز وجل في هذه الصلاة هي أولى من الذكر الذي يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك. فلذلك لا أرى له أن يصلي في هذه الحال، والله أعلم.